مع ضيف صباح دائما مشاهدينا الكرام، سنتطرق إلى موضوع مهم تعيشه الجزائر بعد شهر من الآن، ويتعلق بألعاب البحر الأبيض المتوسط. هذا الحدث الذي سيشد أنظار الكثير من متابعي ومحبي الرياضة وحتى السياحة، خاصة يأتي تزامنا وموسم فصل الصيف. مدينة وهران في غرب الجزائر ستكون حدثا وستكون معقلا لهذا الحدث الرياضي الهام، ألعاب البحر الأبيض المتوسط في طبعتها 19. نتحدث عن تقنيات الاتصال، عن الترويج، عن التنظيم والتنسيق أيضا لكل هذا الحدث الذي تسعى الجزائر جاهدة لإنجاحه. للحديث عن هذا الموضوع أتشرف باستضافة السيدة فاطمة الزهراء بن علي، أستاذة متطوعة بلجنة التكوين وتطوع بألعاب البحر الأبيض المتوسط. مرحبا بك أستاذة، وشكرا جزيلا لك على تلبية دعوة البرنامج. شكرا لك أخ. في المستهل كان في اجتماع يوم أمس، اجتماع تنسيقي على ما أظن بين اللجنة المنظمة و يعني كل ما يتعلق بألعاب البحر الأبيض المتوسط من تحضيرات. فيه نقطة مهمة جدا هي نقطة السياسة الاتصالية، نقطة الترويج لهذا الحدث المهم الذي ستحتضنه الجزائر. أنتم كمتطوعين وكأساتذة أيضا في هذه لجنة التكوين والتطوع بألعاب البحر المتوسط، ما هي ربما أبرز المهام المنوطة بكم لإنجاح هذا الحدث الرياضي؟ نحن نعلم بلي هذه التظاهرات الدولية تعول بصفة كبيرة على المتطوعين والمجتمع المدني في جميع المجالات، في كأس العالم قطر أيضا، في جميع التظاهرات العامة احنا عندنا تقريبا أكثر من 3000 متطوع ومجتمع مدني. هاد الناس ما عندهمش تخصص في هذا المجال، هم جامعيين وجمعيات راهم يساعدونا باش ننظموا هذا العرس المتوسط نقدر نقولوا. لجنه التطوع والتدريب والتكوين راهي تاثر فيهم باش يكونوا عندهم حرفيه في مجالهم حتى يتمكنوا من اعطاء الصوره الحسنه للجزائر في هذه التظاهره. عندنا مثلا لجان مختصه مثل لجنه الاطعام والايواء، لجنه السياحه، هاد اللجان المختصة احنا ندربوا فيهم المتطوعين في أمورهم المختصة في الإطعام في الإيواء. ساحدنا تدريب عام اللي هو كبير اللي هو العامل المدني والعامل الشخصي، نعرفوا باللي الاستقبال هو عنصر مهم جدا في هذه التظاهرات الدولية. الاستقبال، الاتصال، احتواء الأزمات. الرياضيين اللي يجوا للجزائر ماهمش رايحين يجوا بعقلية السائح، هم رايحين يجوا مضغوطين من قبل ما يجوا بلادهم، خاطر هما عندهم عقلية تنافس، حبوا يشرفوا بلادهم. احنا لازم نأطروا هاد المتطوعين اللي جايين يعاونونا باش نعلموهم كيفاش يستقبلوا هاد المتسابق الرياضي اللي راهو هو اصلا مضغوط، هو والطاقم تاعو يجوا مضغوطين باسكو راهو حاب يربح وراهو حاب يشرف بلادو. حبينا نأطروهم ونعلموهم كيفاش يستقبلوهم، كيفاش لغة الاتصال. وحنا أكدنا في هاد التكوين على لغة الجسد، نعرفوا باللي 3 قارات رايحين يحضروا عندنا، قارة أوروبا، قارة إفريقيا، قارة آسيا، عرب أوروبيين أجانب. لغة الجسد لازم تكون مقننة حتى هذاك المشارك يجي عنده لغة واحدة راح يفهمها في الاستقبال، في الوقوف، في الجلوس، المسافة بينه وبين المتسابق هذا الضيف تاعنا. وتانيك احتواء الأزمات، هي الأزمة يعني ماشي بصورتها الكبيرة، الأزمة مصغرة، يكون مقلق، جات لعيان، غلط في المكان اللي راح يكون فيه. احنا المتطوع هذا ما راهوش يعرف هذه الامور، احنا نسيو نأطروه باش ياخذ بعين الاعتبار انه هناك تقنيات خاصه ليستقبل بها وان شاء الله يمد لنا صوره حسنه كما اطرناهم في امور اخرى. واللجنه اللي البارح جات هي كانت رانا نعطوا في الروتوشات الاخيره على بالك تقريبا شهر وبضعه ايام. الوغ اللجنه البارح التنظيميه هي تفاهموا مع لجنه تنظيم الافتتاح والاختتام ولجنه التظاهرات الثقافيه اللي رايحين يبداوا بهم ان شاء الله. بالحديث عن عملكم انتم كلجنه مختصه بالتكوين والتطوع، كيف تسير او كيف يتم عمليه التكوين وتلقين هذا المتطوعين 3000 متطوع بابجديات واساسيات مزاولة هذه المهام التي ربما هي مهام من صح التعبير صعبة، لأنه راح يتعاملوا مع أجانب وراح يتعاملوا أيضا مع ثقافات مختلفة، والهدف الأسمى هو إنجاح هذا العرس الرياضي المتوسط إن صح التعبير. التكوين بدأ من شهر جانفي، بدينا في التكوين التقني ماشي كما هذا التكوين بشري، الأولى بدينا في التكوين التقني. كل لجنة على حسابها، لجنة الطب ومكافحة
المنشطات كونها التكوين التقني تاع الاطباء. هذه اللجنه ايضا كملت تكوينها مع درنا تكوين عن بعد في شهر مارس وفي شهر فيفريي، وكملنا التكوين في 4/6 من هذا الشهر البارح، كملت مكافحه المنشطات بتعاون مع الوكاله العالميه لمكافحه المنشطات وايضا مع المنظمه التركيه والمنظمه الجزائريه، هذوك كونناهم في مجالهم. هضرنا باللي تكوين لجنه التعامل ايواء كونناهم في مجالهم، التكوين كان قبل شهر جانفي كل على حده تكوينات تقنيه، والان في الاواخر راح نديروا تكوين عام لجميع هاد اللي داروا تكوينات تقنيه في مجال الاستقبال والاتصال واحتواء الازمات. متى يكون هذا التكوين وعلى ماذا يرتكز بالاساس، وهل كان فيه ايضا تقييم او محصله لكل التقييمات التي سبقت منذ بدايه هذا العام جانفي؟ احنا نعرفوا بلي السيد المحافظ راهو واقف على جميع النقاط مرحله بمرحله. هو راهو في وهران بصفه شبه دائمه يوقف على جميع المراحل، وكان هناك تقييمات لجميع التكوينات اللي تمت. وبالنسبه للدوره اللي انا مستكلفه بها هي تقنيه الاتصال ولغه الجسد، قمنا في الاول مع المجتمع المدني خاطر هما عندهم جمعيات اللي يقدروا يحتويوا بعض المتطوعين. قمنا بدوره في شهر رمضان مع المجتمع المدني وبعض المتطوعين ورؤساء الجمعيات اللي لقينا باللي عندها نتائج حسنه، ومعاد الان نخطوا باش نكملوا 3/4 دورات في شهر مايو ان شاء الله. وهذا كامل هذا احتواء لهذا العرس الافريقي. احنا كنا درنا دوره في 75 دوره السابعه، وكانت الدول كلها اشادت، كانت في الجزائر العاصمه. احنا يعني المدى بينا هذه الدوره 19 اللي راح تكون في الباهيه وهران اللي هي معروفه باستقبال السياح من زمان. احنا مدى بينا تكون احسن من الدوره الاولى، وان شاء الله يا ربي في جميع الانحاء التقنيه، نهضر على الانحاء لوجستيكيه اللي هي راهم واقف عليها الاستاذ دواز واستاذ معافه، راهم واقفين عليها على قدم ويد. والان دوكا نروحوا نطرقوا للجانب البشري اللي هو نعرفوه لجميع المجالات، الجانب البشري يكون مهم جدا. الجانب البشري مهم جدا سيدة فاطمة، وأيضا جانب الاتصال ولغة الجسد وهو الجانب الذي تحظون أنتم بالإشراف عليه. فيما يتعلق بالسياسة الاتصالية أو تلقين فنيات الاتصال والاستقبال بهذا المتطوعين، ألا ترين أنه ربما فيه الكثير من الطبعات التي تم تنظيمها في العديد من الدول، كانت السياسة الاتصالية ربما هي الركيزة في إنجاح هذه الطبعات، خاصة فيما يتعلق بالترويج؟ و إذا تحدثنا عن الترويج يعني في كل ما يتعلق يعني قبلي وأثناء وبعد هذه الطبعة، أنتم يعني كيف تعملون على إنجاح هذه الدورة من جانب الاتصال والاستقبال وأيضا لغة الجسد؟ نعرفوا بلي هذه التظاهرات الدولية عندها جانب اقتصادي وجانب سياحي كبير، لهذا احنا عندنا لجنة الاتصال اللي راهو حاكمها الأستاذ بوطاجين، هو اللي واقف على جميع على نشر جميع ما نحن نقوم به جزء بجزء. عندنا صفحة في جوجل تنشر يوميا كل ما هو جديد، صفحة في الفيسبوك، في جميع مواقع الاتصال الإلكترونية وفي التلفازات الوطنية. ثاني كنا ننشر جميع باش رانا نديرو فترة بفترة. أيضا هناك إلا لاحظتوا كل مرة يكون فيها المرة الأخرانية كانت لجنة الافتتاحية، كانوا حابين يجيبوا شباب اللي رايحين يقوموا بالعروض. كانت هناك لجنة قامت 3 أيام قبل العيد، ومن بعد كي شافوا باللي العروض كانوا كثار في وهران زادوا نشروا في الصفحات الإلكترونية، قال لهم زدنا لكم ليلة العيد، زادوا لهم. ولجنة الاتصال أنا نظن باللي وين تفتح سواء في التلفزيون الوطني ولا جميع القنوات التلفزيونية وجميع الصفحات الإلكترونية راهي تحدد لنا فترة بفترة ما نقوم به. وعلى الصعيد الدولي هناك نشرات ترويجية في صفحات الإلكترونية على جميع الدول اللي راح تحضر، متسابقين قدامى ومتسابقين جدد، وهذا كله ترويج للعرس المتوسط اللي راح نقوم به. بالحديث أيضا عن المجتمع المدني، فيه علاقة وطيدة بالعمل الذي تقومون به أيضا وبالدور الكبير الذي ينتظر أن يقوم به المجتمع المدني لإنجاح هذا العرس المتوسط. علاقتكم بالمجتمع المدني وما هي ربما أبرز النقاط التي
تعملون عليها سويا؟ كان اجتماعات دورية راهي تقوم بين لجنة التحضير مع اللجنة التنسيقية للمجتمع المدني. السيدة ياقوت هي اللي راهي متكلفة بهذا الشيء. المجتمع المدني راهو مع المتطوعين اللي راهم واقفين معنا ويعطونهم نصائح، خاطر المجتمع المدني احنا ما نعرفوا بلي المجتمع المدني مولف يدير تظاهرات في الصيف، مولف يدير تجمعات في جميع الاحداث، نلقاو المجتمع المدني راهو واقف مع الجزائر. لهذا قرروا يعملوا لجنة، السيدة ياقوت هي اللي راهي واقفة عليها، تعمل اجتماعات دورية خصوصا أستاذ مع رؤساء اللجان ورؤساء الجمعيات تاع المجتمع المدني، هما اللي راهم يحضروا الاجتماعات. وقمنا بدورة، الدورة اللي قمناها في الاتصال كانت بين مع المجتمع المدني وبعض المتطوعين. نعلم احنا باللي في جميع المجالات وفي وهران عندهم شباب قوي، احنا الجزائر معروفة بالشباب تاعها اللي هو في كل حدث يجي بتطوع ويجي يتحدث معنا في هذا الحدث الوطني ان شاء الله. والمجتمع المدني راهو واقف مع المتطوعين اللي عندهم، احنا خيرنا نخبة، نحن نعلم بلي المتطوعين اللي خيرناهم هما نخبة الشباب تاع الجزائر وتاع ولاية وهران خاصة، اللي راهم يخدموا مع بعضهم باش ينجحوا هذا العرس المتوسطي. ممتاز. سيدة فاطمة الزهراء بن علي، قبل أن نواصل الحديث عن هذا العرس المتوسطي نتابع فقط هذا الروبورتاج المنجز من ولاية وهران الباهية، والذي يتحدث عن المنشآت الرياضية الكبرى التي أنجزتها الجزائر استعدادا لاستقبال ضيوفها ووفودها في طبعة 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط. هي آخر اللمسات لأشغال إنجاز القاعة متعددة الرياضات والمركز المائي بالمركب الأولمبي بوهران، أين تبرز بصمته العالمية جليا لجذب أنظار المتوسط. منشآت رياضية هامة تضاف إلى المنشآت الأخرى والتي أنجزت وفق مقاييس عالمية تحسبا للحدث المتوسطي. نحن نعلم أن القرية المتوسطية جاهزة بمقاييس عالمية، وكل التحضيرات قد استكملت من أجل احتضان الألعاب. أما مشكل التأشيرات فقد حل بفضل تعليمات رئيس الجمهورية، إلى جانب المعدات التي تم توفيرها من أجل السير الحسن لهذا الحدث. وبالموازاة مع ذلك لقاءات تنسيقية دورية بين لجنة التنسيق التابعة للجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط ولجنة التنظيم، حيث أبدى الجميع ارتياحه لآخر التحضيرات ولنوعية أشغال الإنجاز هذه المرافق الرياضية والحيوية. راني أنا بالنسبة لي يعني فرحان بالتقييم اللي ديروا اللجنة الدولية في إطار هاد الاجتماعات، لأن يقدموا ارتياحهم على ما يلاحظوه يعني كتقدم في الأشغال التحضيرية. المنشآت الرياضية وين وصلوا يعني كنسبة إنجاز، نظن باللي الآن تقريبا الكل راهم يتقربوا 100%. إذن الباهية وهران على أتم الاستعداد لاستقبال ضيوفها من ضفتي المتوسط. إذن مشاهدينا الكرام، الروبورتاج كان من إعداد الزميلة نوال بنطوبة، والذي تحدثت فيه عن التحضيرات وأهم المنشآت التي تعتزم الجزائر الاعتماد عليها في هذه الطبعة 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط. أعود للنقاش مع ضيفتي هنا في الاستوديو فاطمة الزهراء بن علي، أستاذة متطوعة بلجنة التكوين والتطوع بألعاب البحر الأبيض المتوسط. أستاذة، في هذه الطبعة ينتظر الكثير من لغة الجسد، وهي ربما اللغة المهمة جدا للتعامل مع الرياضيين وأيضا كيفية التعامل أيضا بين المتطوع والرياضي. ماذا تعني لغة الجسد في هذه الطبعة؟ احنا نعرفوا بلي راح يجون الناس من قارة أوروبا، من قارة إفريقيا ومن قارة آسيا. نعرفوا بلي حنايا اللي تابعين البحر الأبيض المتوسط عندنا كي نهضروا نحركوا يدينا بزاف، بصح كاين دول كيما تركيا اللي راهم جايين ما عندهمش الحركة اليدوية. تما حنايا المتطوعين فهمناهم بلي لازم يشوفوا الشخص اللي هو يهضروا معاه من اي دوله جا. كاين دول اللي لو كان تهضر معاهم البعيد يحسبوك تكبرت، وكاين دول اللي لو كان ما تقرب لهمش يحسبوك تكبرت. حنا في الدوره تاعنا علمناهم كيفاش ياخذوا كل واحد على حسب الجنسيه تاعو وعلى حسب ثقافته في بلده. انت تاخذ انسان على حسب ثقافته هو وتتعامل معاه، ما تقدرش تحتم عليه ثقافتك نتايا.
كما الدول إسبانيا وإيطاليا نعرفهم باللي هما عندهم نفس لغة الجسد كما احنا، تسمى كي تهدر معاه وتحرك يدك وتقول تفضل بيدك يفرح. مي كاين دول اللي لو كانت دناله تمسه يقول لك لا. هاد الأمور هما احنا نشوفهم أمور صغيرة، بصح هما على بالك عندهم صدى كبير. خاطش نعودوها، الشخص اللي يجي راهو مقلق قبل ما يجي للجزائر، هو في بلاده قبل ما يركب الطائرة يقول أنا لازم نربح. هو كي يجي يحوس وين يقعد وين يوجد روحه باش يربح. هو كي يدير سباق نهار الاول الى ربح راهو فرحان، يخمم نهار ثاني خاطش يا اخي هادو ما سباقات ماشي نهار برك. طيله ايام الدوره، طيله ايام الدوره يقوموا حتى النهائي. هو نهار فرحان حبي يزيد، نهار زعفان بزاف. انت كي تشوف انسان زعفان وجاي عندك، متطوعين علمناهم ما ياخذوهاش بشخصيه، هاد الانسان ما راهوش سائح، هاد الانسان راهو رياضي محترف راهو جاي باش يربح. كي تشوفه مقلق لازم تحتويه. في الدورة تاعنا علمنا المتطوعين احتواء هاد الرياضيين، حنا قلنا لهم هم رايحين يجوا زعفانين اصلا، ديروا في بالكم رايحين يجوا مقلقين. الوغ كي تشوفه مقلق احتويه، كي تشوفه مقلق ما تقولش بلي تقلق عليك. وهاد الامور ناكد باللي كي يخلصوا هاد الدورات هادو العالمية تلقى إلى كانت الدورة جوز مليح، وهذا إن شاء الله رح يصير في الجزائر إن شاء الله. عائلات وعائلات من هاد المتسابقين يهبطوا للجزائر ويشوفوا وهران اللي يهدروا لهم عليها. كاين صدى كبير في المجال السياحي والاقتصادي في هاد التظاهرات الدولية اللي يكون بعد، اللي يكون بعد التظاهرة اللي راح نحسوه ونشوفوه. ألوغ لغة الجزائر هي مهمة جدا خاطش الثقافات مختلفة، ماشي برك اللغات مختلفة. احنا المتطوعين تاعنا عندنا اللي يعرفوا الانجليزيه يعرفوا الاسبانيه، اللغه ماهيش مشكل. حنا لغه الجسد هي اللي لازم يركزوا عليها باش يكون مش ما يكونش هناك تصادم مع المتسابقين اللي هما الناس محترفين ما فين يديروا تظاهرات في دول اخرى وعندهم خبره في هذا المجال. ماذا به يجي يلقى واش يحب كيما يحب ويدير الدوره تاعو ويرجع لبلاده وهو منتصر. لغة الجسد على بها هي مهمة جدا في هذا النوع من التظاهرات الدولية. ولماذا لو تحدثنا الآن عن التقنيات التي يمكن أن تعطوها لهذا المتطوعين، خاصة أنه فيها أكثر من 3000 متطوع، في كيفية التعامل مع الرياضيين؟ يعني كيف تقومون بإعداد هذه الدروس وكيف تقدمون هذه الدورات؟ يعني كل على فئة أم تقسمون؟ أنا بصفتي رياضية محترفة في مجال سباق السيارات حضرت صحاري الجزائر. كي كنا درنا صحاري الجزائر كانوا عندنا متسابقين من 25 دولة، وبما أنني أستاذة في علوم الاتصال يعني درت حوصلة وشفت وش هما الأمور اللي هاد المتسابقين يحوسوا عليها بزاف. عبك المتسابق كي تهضر معاه كي يكون عيان، انت هو ماشي هو عيان وانت واقف لازم تقعدوا. هو كي يكون يحوس على الحاجة لازم توقف تقابله. وإحنا إن شاء الله يا ربي علمناهم قاعد التقنيات كل في مجاله. هذاك صح. شكرا جزيلا لك السيدة فاطمة الزهراء بن علي، أستاذة متطوعة بلجنة التكوين والتطوع بألعاب البحر المتوسط، على مشاركتك معنا وعلى كل هذه المعطيات. ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله وللجزائر في إنجاح هذه الطبعة 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط. متواصلون معكم مشاهدينا الكرام بعد فاصل إشهاري.